هذا العدوان الغاشم والأيدي التي طالت أخونا خالد منصور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تقطع ويكون طريق وطريق طريق إلى النصر وطريق الشهادة. كل إسرائيل حسبنا الله ونعم الوكيل في هذا العدوان الغاشم الذي امتد يده إلينا وإلى أحبائنا وإلى كل المستضعفين في الأرض. ما هو المطلوب أخيرا من المقاومة أمام رجل كرجل؟ هو يعني تكون هناك قوة رد حاسمة على ما قام به الاحتلال الغاشم من جرائم، وعلى رأس اغتيال أخونا خالد منصور أبو الراغب. جريمة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باغتيال القائد الشهيد الكبير خالد منصور، والشهيد القائد المجاهد الكبير رأفت شيخ العيد، والشهيد القائد زياد المدلل، وكل شهداء شعبنا الفلسطيني. هذه الجريمة التي شاهدناها بالأمس والتي أسفرت عن تدمير 12 منزلا على رؤوس سكانها من الأطفال والنساء والشيوخ، وهذا الإجرام الصهيوني الكبير للمتصاعد. بالتأكيد هذه الجرائم لا يمكن أن تفد في عضد الشعب الفلسطيني، لا يمكن أن تؤثر على جهاده ومقاومته، لا يمكن لها إلا أن تكون دافعاً جديداً لمقاومة شعبنا الفلسطيني، دافعاً جديداً لجهاد الشعب الفلسطيني. بالتأكيد بصمات الشهيد المجاهد الكبير خالد منصور والشهيد المجاهد الكبير تيسير الجعبري سوف تبقى بالميدان، شاهدناها صباح هذا اليوم في قصف مدينة القدس المحتلة وكل مستوطنات غلاف غزة وكل مستوطنات أراضينا المحتلة عام 1948. هذا الزحف وهذا الجهاد المتواصل لا يمكن أن توقفوا هذه الاغتيالات. الاحتلال الإسرائيلي واهم إذا ظن أن باغتياله لهؤلاء القادة يمكن أن يوقف جهادنا، يمكن أن يوقف مقاومتنا. لقد جرب واغتال الشهيد المؤسس القائد فتح الشقاقي، وبعده العشرات من الشهداء، الشهيد المجاهد محمد الشيخ خليل وأبو سليم أبو العطا، نعمان طحاينة وجرادات وطوالبة، والعديد العديد من الشهداء الذين لا يتسع الذكر لهم من الشهداء القادة. لكن ما هي النتيجة؟ النتيجة أن مقاومة شعبنا الفلسطيني بازدياد، أن مقاومة شعبنا الفلسطيني ما زالت قوية، أن مقاومة فلسطيني، مقاومة جماهير شعبنا الفلسطيني بإذن الله سوف تبقى حاضرة دوما على الدوام. وهذه الحاضنة اليوم الجماهيرية التي نراها اليوم خلف الشهداء هي التي نستبشر بها خيرا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ليش؟ لأنهم أحياء، أحياء عند ربهم أحياء، كيف يموت الحي؟ إنه يتنعم مرة أخرى. طوبى للشهداء، طوبى لأرواحهم.